مساء الخير. من أربعة أيام على القد كان عيد الأم، واليوم ما في ما بلش الحلقة بلا ما أذكر كل الأميات بالعالم، هالأم يلي تعبت كتير وضحت ببعض الأوقات لتكبر وتربي أولادها. هون ما فينا ما نذكر كل أم عم بتعيد وأولادها منو موجودين بالبلد، بركة هاجروا بحثاً عن لقمة العيش. بدنا نذكر كمان كل أم شهيد ابنها سقط دفاعاً عن لبنان، كل أميات المفقودين بالسجون السورية، على أمل كل أم اليوم ما عم تقدر تعيد إلى جانب أولادها سنة الجاي يكون أولادها حدا وتقدر تعيد معهم. واليوم كمان بهالحلقة بدي استفيد من الفرصة وبدي استغل الفرصة كمان حتى عيد أمي وأتشكر على كل شيء عم تعملي دايماً، وبدي عيد على لأختي كمان لأنه أختي كمان صارت أم لولد تاني لماتيوس. بدي أسلم عليها كتير لأختي بيا وقلها ألف مبروك. حلقة جديدة من الآخر بتبلش، والليلة بحلقتنا رح نعيد عيد الأم مع فنانة عايشة عكيفة وبتتميز بصوت رائع باسمة. رح نتعرف أكثر على الممثل اللبناني وجيه صقر، رح نحضر عرض فريد من نوعه لشخص متعدد المواهب نمر حبيب. كيفك تكوني أم لأول مرة حتى لو كان عمرك فوق 60 سنة؟ مع دكتور جوزيف عزوري. بالإضافة لمعرض جديد لشرب البويز رح اكتفي بهولي لأنه في عدد كتير كبير من المفاجآت ناطرينكم خلال هالحلقة المميزة بعد الأم. تسان حجار، راشد بحصلي، غيدة بيلي، رولا منصور، جورج حرب ورولا كعدة، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من الآخر. بدي أعيد أمياتكم كمان. ميرسي ميرسي تيا. وأميات الجمهور وكل الكروب. بدي أعيد كمان إلينا زوجته للمخرج فريدريك فريم يلي صارت أم هالسنة. غيدة بيلي كيفك؟ الحمد لله. شوفي ما في؟ تمام، مبسوطة بهالعيد، أحلى عيد بالدنيا. رشيد بحصلي ما رح تصير أم بي. أقول لك من الآخر. إيه من الآخر. كيفك؟ شوفي ما في؟ كثير منيح، كثير منيح. كل شيء تمام؟ كل شيء تمام، أحلى شيء بعيد الأم إنه بيسائد مع الربيع كمان. والورد والأمل، وأنا شخصياً يعني بالنسبة لي بحس هذا السيزون بترفع لي معنوياتي. تعليل السيروتونين. انا بعتيني بالبريف عن راشد انك رسام نحات بتعلم بالجامعه بس شاعر بعد قليل. لا نسيت مهندس. هلا كل معنى الكلمه الفنان يلي بيرسم حلو وبينحت حلو دائما عنده الكلمه الحلوه، ونحن عندنا الصوره الحلوه او مش حلوه بس هي اكيد صوره الاسبوع من تبع عصر. نادية سليمان المعروفة باسم أكتونوم بالإعلام جذبت الأنظار وحصلت على اهتمام دولي من بعد ما أنجبت 8 أولاد فرد مرة باستخدام التلقيح الاصطناعي أو الـ IVF. وبيقولوا هون كلهم أنه نادية سليمان كانت عم تعكس نوعاً ما كل الخطوط الأتكس يلي العالم معودين عليها بإنجابها 8 أولاد. في كتير علامات استفهام كانوا حول نادية سليمان، تنعرف أكثر عنها من تبع هالصورة. بيير لازم يسموها أكتومام مش أكتونوم. ايه بس عدد كتير كبير يعني، وحرام بطنة قدي كبير وما بعرف قديش هالشي منيح يعني أم تنجب 8 أولاد. جورج حرب تعليقك على الصورة. يعني أنا ماني مجوز وما عندي أولاد، بس بسمع كتير نسوان عم يحكوا ذات الشيء إنه كانت منيحة نجيب ولدين 3 بفرد مرة ونوقف. بس مش 8 جورج. مش 8 أكيد. بس والله يعني بس كمان إنه ما فت لهون، بس 3-4 مثلا وبلاها بعدين ومن مرة واحدة منظبط جسمنا يا سيدو سويت يعني. بس لا لا بغض النظر اذا الشغله خطره ولا لا، بس انه قد ما كان شيء حلو يعني. هي ما وقفت على تظبيط الجسم، هي بدها تربيهم 8 يعني. مش خلفت وقت يخلقوا بدها تردعهم كمان يعني. واقفه على الترضيع يعني. بتذكر انا مرتي مثلا بركي بتحط فيش حرامه هون تقدر تلحق على كل الاولاد يعني. هي بتحصل ثاقبت بين بنتي وبنتي في 11 شهر يعني، كانت بعد بنتي ما عم بدها غيارات بالفتره اللي كانت بعدها حبلي بداليا. مين بده يغير لنورا؟ هي حبلي حضرتك. بيقوم انا اغير لنورا
عرفت كيف؟ انه ما منلحق، لما صاروا اثنين صرنا بطلنا نلحق على اثنين، بقى هيدي ما عم بعرف، لازم بدها اكيد ثلاثه اربعه اسيستنس لحتى يلحقوها، لحتى يلحقوها بين الرضاعه. انت كيف بدك تعمل حساباتك مزبوط؟ لا لا بس انا ما عم بفهم شغله، في شيء ما حدا عم يستوعبه. نعم. كل الجيل القديم ستاتنا وقبل كانوا يجيبوا 8 و10 ورا بعض 100%، كانوا يرنوا على سنة ورا سنة. بس نحن جيل خسع يا جماعة، نحن جيل خسع، وبدنا كل ولد بده 2-3 اسيستنت بده يجي دوري يعني، بس انه شوي صرنا كثير بنستغرب يعني. دوره بعد زبط. الكيح الاصطناعي بخليك تجيبي اكثر من ولدين بنفس الوقت، بتتبعي هالطريقه؟ اي اكيد 100%، اكيد 100%. لا مره واحده بتخلي مرتك تتبع هالطريقه؟ ايه مبين من اللي قلته قبل انه ايه. رولا منصور ولدين ايه، بس اكثر ما بعرف بصير هيك تو ماتش. ولدين ايه كمان اكثر. لا اذا ثلاثه تقطع، ثلاثه اليمين اربعه اليمين بنفكر فيها. ان شاء الله ما يكون عم يسمعني جوزي اللي اربعه. راشد بتصلي ما زيادة الخير خير. وقت الساعه حجار. لا اذا في واحد يجيب ولد طبيعي ليه بده يجرب؟ لا اكيد اذا واحد منه قادر. لا بس اذا واحد مش قادر. اكيد اكيد. بتفكري تجيبي اكثر من ولدين بنفس التطبيق؟ إذا بتسيب هي ما فيك تقرر، لأنه أيام ممكن المرأة إذا هي مش قادرة تجيب ولد. بس أنا في نظريتي أوقات بيقدروا، يعني نادية سليمان أكيد مش سائبت معها جابت 8. لأنه هي كان بدها، بس كمان في خطر، يعني هيدي واحد بيعرفها، لأنه أيام ممكن المرأة بالتلقيح الاصطناعي تحبل بأكثر من ولد، ولدين أو ثلاثة، وأيام بيصير في خطر بيضطروا يسحبوا منهم، يعني صح. يقللوا تما يسبب خطر على صحة الأم وعلى حتى الأم. رح نترك هذا الموضوع لدكتور عزوري اللي رح ينضم لنا بسياق الحلقة، إنما هلا رح نستقبل أم صوتها كثير حلو بعيشي على كيفه.